بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأحكام المتعلقة بالجهاد ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، فإن الله سبحانه أباحه لهم، وهو ينقسم إلى قسمين: غنيمة وفيء. الغنيمة تقسم بين المجاهدين على ما سبق بيانه، والفيء يكون لبيت المال للمصلحة العامة، يكون للمصلحة العامة بيت المال، فهو من موارد بيت المال المسلمين. والفيء يتكون من ما تركه الكفار من غير قتال، بل تركوه فزعا من المسلمين وجلوا عنه، وإلى ما صالح المسلمون الكفار عليه أنه للمسلمين، ما صالحوهم على أنه للمسلمين. ومن الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة، والعشور التي تؤخذ من تجار الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، وما يؤخذ من الأراضي الخراجية التي تكون وقفا لبيت المال، كل هذا يكون فيء. ومعنى فيء من فاء إذا رجع، لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين، فإذا استولوا عليها من يد الكفار رجعت إليهم فسميت فيئا. ومنه الفيء وهو الظل الذي يكون بعد زوال الشمس من جهة الشرق، لأنه رجع إلى الجهة. فالفيء مصدر فاء يفيء، يعني رجع. وفي هذا الحديث قصة بني النضير من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان فيها ويسكن حولها جماعات من اليهود، جماعات من اليهود، فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على ما هم عليه وعلى دينهم وعلى أموالهم، بشرط ألا يقاتلوا المسلمين ولا يناصرون من قاتلهم، وأن يدافعوا عن المدينة، أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء. شرط عليهم ذلك، أنهم يدافعون عن المدينة من غزاها مع المسلمين.
فتم الشرط بينهم على هذا، وتم العهد بينهم على هذا، ولكنهم لم يفوا بالعهد. عادة اليهود أنهم يغدرون بالعهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، هذه عادتهم. فغدروا بالعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد غزوة بدر، لما رأوا المسلمين انتصروا في غزوة بدر غاضهم ذلك غيظا شديدا، فكان من بني النضير، وهم فرقة، لأن اليهود الذين في المدينة ينقسمون إلى ثلاث فرق: بنو النضير وبنو قريظة، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فكان أول من غدر بنو النضير بعد غزوة بدر، وذلك أنه لزمت المسلمين دية، لأن مسلما قتل اثنين من الكفار الذين لهم عهد ولا يدري، هو ما درى، ظن أنهم محاربون، قتلهم فلزمت ديتهم المسلمين، ويكون هذا من قتل الخطأ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليأخذ منهم المساعدة كما تعاهدوا على ذلك، على هذه الدية، ليدفعوا الإعانة التي التزموا بها أنهم إذا ناب المسلمين شيء أنهم يساعدونهم. فخرج صلى الله عليه وسلم بناء على العهد، بينما هو جالس في مكان جاءه جبريل أخبره أن اليهود يتآمرون لقتله، وأنهم ينتهزون فرصة وجوده بينهم، فهم يتآمرون لقتله. فقام صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجته، ثم إنه ذهب إلى المدينة، وأمر أصحابه أن يستعدوا لغزو بني النضير، لأنهم خانوا العهد، وكانت بني النضير قريبة من المدينة، ما تحتاج إلى خيل ولا إلى رواحل. ذهبوا على أرجلهم، ذهب المسلمون على أرجلهم، وحاصروا بني النضير في محلتهم وحاصروهم، ثم إنهم نزلوا على الصلح، نزلوا على أن يجلوا من المدينة ويتركوا ما عندهم من الأموال للمسلمين، إلا ما خف حمله فيأخذونه معهم. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وخرجوا من المدينة إلى بلاد الشام. وأنزل الله في ذلك سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، إلى آخر السورة. هي في هذه القصة، في قصة بني النضير. فالله جعل أموالهم خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين لم يقاتلوا ولم يخرجوا بالخيل والاستعداد. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فجعله لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ منه النفقة لسنته على أهله، والباقي يجهز به، يعد به القوة للجهاد في سبيل الله، ما زاد عن كفاية أهله سنة يجهز به المجاهدين والغزاة في سبيل الله، ولا يدخر شيئا زائدا على ما نفقة أهله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يدخر الإنسان قوت سنته، وأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من اتخاذ الأسباب. وفيه أن أموال الكفار إذا استولى عليها المسلمون بالجهاد أنها حلال للمسلمين، أنها حلال للمسلمين، لأنه قال بعدها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه الغنيمة، فلله وللرسول ولذي القربى، إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، فالغنيمة تكون للمسلمين، إما للمجاهدين إن كانت غنيمة، أو لعموم المسلمين إن كانت فيئا من بيت المال. هذا ما دل عليه هذا الحديث. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. نعم. هذا الحديث فيه إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، ومن العدة إعداد الخيل للجهاد في سبيل الله. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالخيل هي من أعظم دوات الجهاد، لأن الخيل تصلح في كل زمان ومكان، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا أحد يستغني عن الخيل، حتى اللي عندهم مدرعات وطائرات يستعملون الخيل في بعض الأحوال، فالخيل لا يستغنى عنها. وأيضا ربما يأتي وقت تتعطل هذه الأسلحة وهذه الصناعات تتعطل، فيرجع الناس إلى الخيل، لأنها جعل الله فيها القوة وجعل فيها الهيبة. فإعداد الخيل هذا أمر مستحب، لأنه من القوة التي أمر الله بإعدادها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الخيل هذه تدرب على الجهاد، ما هو بتربط الخيل وتخليها عندك وترفهها وتسمنها، لا، تدربها على الجهاد، تدربها من أجل إذا احتيج إليها وإذا هي مدربة، وذلك بالسباق، لأن تستعملها في السباق والمضمار حتى تعتاد الكر والفر. فهذا الحديث فيه أن الخيل تدرب بالسباق،
وفيه أنها قبل التدريب تضمر، والتضمير معناه أنها تعطى العلف حتى تسمن، ثم يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى تضمر، لأن الضامر أقوى من السمينة ومن الشبعة. فإذا سمنت بكثرة العلف يقلل عنها العلف شيئا فشيئا حتى يضمر جسمها وبطونها وتصبح خفيفة عند العدو. هذا هو التضمير. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المضمر من الخيل وبين غير المضمر، بأن جعل مسافة المضمر أطول لأنه أقوى على الجري، ومسافة غير المضمر قصيرة لأنه يتعبه الجري الكثير. ففي هذا الرفق بالحيوان، فيه الرفق بالحيوان، وأنه لا يكلف ما لا يطيق من من الخيل وغير الخيل. وأما الأميال فهي جمع ميل. الحافية اسم موضع، وثنية الوداع جبل في شمالي المدينة يمر من عنده الطريق إلى الشام وإلى تبوك، يصعد معه الطريق، فالثنية هي الطريق الصاعد في الجبل، وسميت ثنية الوداع لأن عادتهم أنهم يشيعون المسافر إلى أن يبلغوا هذه الثنية ثم يرجعون إلى المدينة، فسميت ثنية الوداع لأنها يوادع عندها أو يودع عندها المسافر إلى جهة الشام أو تبوك. ولا تزال بهذا الاسم إلى الآن، لكنها قد مر عليها طريق السيارات فسهلت وحفرت فصارت مساوية للأرض، لكن طرفها موجود وتسمى بهذا الاسم إلى الآن ثنية الوداع. عندها مسجد يسمى مسجد ثنية الوداع شمالي المدينة. هذا ثنية الوداع، وهذه الحافية. الحافية اسم موضع، وبين الحافية وبين ثنية الوداع 5 أميال، والميل 1000 بوع ببوع الآدمي، 1000 بوع ببوع الآدمي، والبوع 4 أذرع بذراع الآدمي، يحول إلى الأمتار المستعملة الآن. هذه المضمرة. وأما غير المضمرة فمن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، جماعة من الأنصار رضي الله عنه، ومقداره 1 ميل لأنها لا تتحمل أكثر من ذلك. وفيه أن الذي يتولى ترتيب التدريب هو ولي الأمر، لأن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، فهو الذي يعد العدة، وهو الذي يأمر بالسباق. وفيه السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام. السباق جائز في الأمور التي ليس فيها حرام وليس فيها محظور، جائز، لأنه فيه إخراج المهارات وتقوية الجسم. فالسباق والرياضة أمر جائز لما فيه من المصالح الدينية والدنيوية، لكن لا يؤخذ العوض إلا على السباق على الخيل أو الإبل أو النصال، وهي الرماية. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل وهو الرماية، أو خف وهو الإبل، أو حافر وهو الخيل. فهذه الثلاث تؤخذ عليها الجوائز، السابق يعطى جائزة، لأن في هذا تشجيعا
على التدرب على الجهاد في سبيل الله والكر والفر. وأما السباق على غيرها على الأقدام أو على غيرها فلا يجوز أخذ العوض عليه، لأنه يكون من القمار. لا يجوز أخذ العوض على الرياضة البدنية، على الكرة، على المسابقة بالأقدام، لا يجوز أخذ العوض على هذه الأشياء، لأنه من أكل المال بالباطل، ولأن هذا ليس من تدرب على الجهاد، وإنما هو لتقوية الجسم فقط أو الذهن، أو تقوية الذهن وإظهار المهارة، فهو مباح لكنه لا يؤخذ عليه عوض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في ثلاثة أشياء لا نصل إلا، هذا حصر في نصل أو خف أو حافر. نعم. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. كان ابن عمر من جملة من سابق في هذه المسابقة على الخيل. نعم. قال سفيان: يعني هذا مما يؤكد القصة هذه. نعم. قال سفيان: من الحفياء إلى سفيان راوي الحديث، وإذا أطلق سفيان فهو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. نعم. قال هناك سفيان الثوري، وهما إمامان جليلان، لكن سفيان بن عيينة يغلب عليه الحديث، وسفيان الثوري يغلب عليه الفقه. نعم. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأذن للشخص أن يقاتل، هذا فيه دليل على أن الجهاد من خواص أو من صلاحيات الإمام، إمام المسلمين، فهو الذي ينظر في الجنود والعسكر فيجيز من يصلح ويمنع من لا يصلح للجهاد. ومن جملة الذي لا يصلح للجهاد الصغير الذي لم يبلغ، هذا لا يصلح للجهاد، وأما البالغ فهذا يصلح للجهاد. فلذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ليقاتل، فمنعه لأنه دون البلوغ. عرض عليه في غزوة الخندق فأجازه لأنه قد بلغ 15 سنة، في الأول ابن 14 سنة، وفي الثانية صار ابن 15 سنة، لأن بين أحد وغزوة الخندق سنة واحدة، فغزوة أحد في السنة الثانية وغزوة الخندق في السنة الثالثة من الهجرة، بينهما سنة. وهذا الحديث يدل على مسائل: أولاً أن النظر في الإجازة للجهاد ومنع من لا يصلح أن هذا راجع إلى الإمام، إمام المسلمين. ثانياً فيه أنه لا يؤذن إلا لمن بلغ، وأما من دون البلوغ فإنه لا يؤذن له، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث لأجله. المسألة الثالثة وهي أن السن الذي يبلغ عنده
الإنسان 15 سنة، هذا آخر حد. فالبلوغ إما أن يحصل بالاحتلام، إما أن يحصل بالاحتلام أو يحصل بالإنبات، بإنبات العانة حول القبل، وإما ببلوغ 15 سنة، يعني بالسن. وهذا يشترك فيه الذكر والأنثى، هذه العلامات. العلامة الرابعة تختص بها المرأة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. فعلامة البلوغ عند الذكور 3، وعلامة البلوغ عند الإناث 4، هذه 3 والحيض. والحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحائض، يعني من بلغت الحيض بغير خمار، بغير خمار يعني حجاب. والحائض المراد بها من بلغت سن المحيض. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. نعم، النفل يطلق ويراد به الغنيمة، ويطلق ويراد به ما يزود به المجاهد على سهمه من الغنيمة تشجيعا له، لأنه مبرز في القتال، فيكافأ ويعطى زيادة على سهمه من الغنيمة، هذا يسمى نفل. فالنفل يطلق ويراد به الغنيمة عموما، كما قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والمراد بالأنفال هنا الغنائم، وأما النفل الخاص فهو ما يعطى للشجعان من المجاهدين من أجل تشجيعهم على الذين لهم يعني تأثير في الجهاد أكثر من غيرهم، ويعطون زيادة على سهمانهم. هذا هو النفل بأقسامه. نعم، أعد الحديث. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس 2 وللرجل 1. المراد به هنا النفل الغنيمة، المراد به الغنيمة، وهو المذكور في أول سورة الأنفال. الغنيمة، الغنيمة تقسم بين المجاهدين، للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة. هذا النوع الثاني من النفل، وهو ما يعطى لبعض الجنود لأهمية يقوم بها أكثر من غيره، ومن ذلك السرايا، وهي القطع من الجيش التي يبعثها الإمام. السرية هي القطعة من الجيش، وأما الجيش فهو عموم الغزاة، عموم الغزاة يسمى بالجيش. فإذا كان الغزاة كثيرون يسمون بالجيش، إذا كانوا قطعة يسيرة يسمون بالسرية. ولما كانت السرية تتعرض لخطر أكثر، لأن الجيش فيه قوة ويدفع بعضه عن بعض، أما السرية فعددهم قليل، الخطر في حقهم أكثر، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم ينفلهم أكثر من غيرهم. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، يعني يعطيهم سهمانهم من الغنيمة ويزيدهم على ذلك التنفيل. نعم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين. من حمل علينا السلاح، يعني من قاتل المسلمين، فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد، لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله حرم دماء المسلمين. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، حريصاً على قتل صاحبه، فعوقب بنيته، عوقب بنيته والعياذ بالله. فكيف إذا قتل وباشر القتل؟ فمن نوى أن يقتل مسلماً حتى ولو لم يقتله فإنه عليه هذا العقوبة، إلا إذا تركه توبة، إذا ترك قتله توبة فإن الله يتوب عليه. لكن إذا ترك قتله لأنه لم يظفر به أو امتنع عليه فهو يعاقب على نيته والعياذ بالله. وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم، ويشمل البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر، ويشمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصا الطاعة، ويشمل في وقتنا الحاضر من باب أولى وأشد الذين يفجرون في بلاد المسلمين، يفجرون تفجيرات ويهلكون الحرث والنسل ويروعون الآمنين. هؤلاء أشد والعياذ بالله. وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ليس منا. هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف هؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخطر في هذا عظيم والخطب شديد، ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين، لا يجوز حمل السلاح على المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان الإنسان مازحا، ما ولو كان مازحا ما يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح، لأن هذا من الترويع، وربما يحمله الشيطان على القتل، أو أنه يتحرك السلاح ويقتل المسلم، تحرك بغير إرادته. وكثيراً ما يقع هذا، يجي يحرك السلاح ويمزح ثم يثور السلاح ويقتل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاح أن يضبطها ويأخذ بنصالها ويأمنها، وكذلك بقية الأمور عليه أنه يأمنها لئلا تقتل المسلمين. فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان مازحا، لا يجوز له ذلك. أولا لأن هذا يروع المسلم، وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره ويقتل، وهو السبب في هذا. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
فهو في سبيل الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا للقتال في سبيل الله الذي وعد الله عليه بالأجر العظيم، وضع ضابطا واضحا، من كانت نيته بالقتال إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، حتى ولو قصد مع ذلك الغنيمة أو قصد الشجاعة، إظهار الشجاعة أو أي مقصد مباح لا بأس، أما إذا لم يقصد إلا هذه الأمور، يقصد الغنيمة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد إظهار الشجاعة ولم يقصد إعلاء كلمة الله، أو قصد الحمية لقومه ولم يقصد إعلاء كلمة الله، فهذا ليس في سبيل الله، فلا يكون في سبيل الله إلا من قصد إعلاء كلمة الله، ولو قصد معها قصدا آخر لا يضر إذا كان من المباح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياه كتاب العتق. لما كان من أحكام الجهاد الرق، استرقاق النساء، نساء الكفار وأطفال الكفار، لما كان من أحكام الجهاد الاسترقاق، ناسب أن يذكر المصنف بعده كتاب العتق، لأن العتق هو التحرير، هو تحرير الرقيق وإخراجه من الرق إلى الحرية. والعتق فيه أجر عظيم، لأنه إخراج للمسلم من الرق والعبودية إلى الحرية، فهذا فيه أجر عظيم، ودل على فضله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والرق موجود في الشرائع السابقة تابع للجهاد، فمتى وجد الجهاد وجد الرق، متى وجد الجهاد وجد الرق، الجهاد في سبيل الله، متى وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق. وإذا استرق الإنسان ثبت عليه الرق، وعلى ذريته، على فروعه، ولا يرتفع إلا بالعتق. ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله أو الفرضيون، يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، سببه الكفر، ولا يرتفع إلا بالعتق. فناسب أن يعقد المصنف هذا الباب بعد الجهاد. والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الإسلام وهو الجهاد، أما النهب، نهب الأولاد وبيع الأحرار، فهذا محرم، وهذا توعد الله بأن يكون خصم من فعله يوم القيامة، الله هو الذي يخاصمه، من استعبد حرا أو باع حرا فأكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة، فلا يكون الرق بالنهب أو ببيع الأحرار، حتى ولو أن الإنسان أذن وقال بعني، ما يجوز هذا، ما يجوز، الإنسان نفسه ما هي له، نفسه لله عز وجل، ألا يجوز أنه يلغي حريته ويقول لأحد بعني أو أنا ملك لك، ما يجوز هذا، هذا ملك لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الإنسان يعبد نفسه لأحد، لأنه عبد لله وهو حر، خلقه الله حراً. أما الذين يعيبون على الإسلام الرق فنقول لهم هذا ليس خاصاً بالإسلام، هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع، في جميع الشرائع تابع للجهاد، جهاد في سبيل الله. وأيضاً أنتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصالح وحكم عظيمة، وأنتم تستعبدون الشعوب كاملة، يستذلون الشعوب ويأخذون أموال الشعوب ويسترقونها
وأيضا ينهبون أولاد الصغار الذين ليس لهم، الذين قتل آباؤهم قتلوهم بالتدمير والغزو، يأخذونهم ويبيعونهم بغير جهاد في سبيل الله، وإنما هو ظلم وعدوة. فكيف يعيبون على المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم؟ نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم. هذا الحديث أو هذان الحديثان في مسألة العبد المشترك، العبد المشترك بين عدة مالكين. إذا كان عبد له عدة مالكين وأعتق بعضهم نصيبه، أعتق بعضهم شركه يعني نصيبه من هذا العبد، فإن هذا المعتق الذي أعتق نصيبه إن كان له مال فإنه يدفع للآخرين قيمة أنصبائهم ويعتق جميع العبد، يعتق جميع العبد، يسري، هذا يسمونه السراية، العتق يسري على جميع العبد. وهذا دليل على حرص الإسلام على العتق، حتى إن من أعتق نصيبه من عبد وعنده مال أنه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة أنصبائهم ويعتق جميعه. أما إذا لم يكن له مال فإنه يعتق منه نصيب المعتق فقط، ويسمى هذا بالمبعض، يسمى بالمبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني زاد زيادة، وهو أن هذا المبعض الذي عتق بعضه يستسعى، يقوم بقية أنصباء الشركاء تقوم، ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد أنصباء الشركاء، يستسعى يعني في طلب الرزق، ويصير هذا دينا عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه. هذا معنى الاستسعاء. نعم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب بيع المدبر. المدبر هو نوع من العتق، التدبير نوع من العتق، ولكن عتق معلق. العتق ينقسم إلى قسمين: عتق منجز وعتق معلق. ومن العتق المعلق التدبير، وهو أن يقول: إذا مت فعبدي فلان حر، إذا مت فعبدي فلان حر، فعلق عتقه على الموت، فهذا يسمى بالتدبير لأنه علقه على الموت وهو دبر الحياة، دبر الحياة، فهذا يبقى رقيقا، يبقى رقيقا في حياة سيده، فله بيعه والرجوع عن التدبير، وله أن يستمر هو بالخيار، لكنه إذا مات فإنه يعتق، لأنه إذا حصل الشرط حصل المشروط،
نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. سيده حي فإنه يباع، لأنه ما بعد عتق إلى الآن، لا سيما إذا كان سيده محتاجا، فهذا الرجل ليس له مال غير هذا العبد وأعتقه عن دبر، ضيق على نفسه، أو كان عليه دين، كان عليه دين ولا عنده سداد، فهذا يباع العبد ولو كان مدبرا، يباع لحاجة سيده أو لسداد دين على سيده، لأنه لم يعتق بعد، فما يزال رقيقا تسري عليه أحكام الرق. نعم، انت أحسن الله. نعم، انتهت الحديث، أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكما ذكرنا أنه يكون الدرس القادم إن شاء الله في التفسير في حزب المفصل، ابتداء من سورة قاف، ابتداء من سورة الحجرات، أحسن، ابتداء من سورة الحجرات. نعم، صلى الله عليكم سماحة شيخنا ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في الحديث من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يرجع، هل يدخل في هذا من أشار إلى أخيه بمسدس أو خشبة؟ لا شك إن من هدد المسلم، إن من هدد المسلم بالسلاح أو ما يقوم مقام السلاح، الخشبة تقوم مقام السلاح، فإنه يدخل في الوعيد حتى ولو كان مازحاً، ما يجوز هذا. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف؟ من هم الذين يجوز قتلهم من قبل المسلمين؟ كيف من هم الذين يجوز قتلهم؟ يعني في الجهاد ما يجوز قتل أحد إلا بالجهاد، الجهاد في سبيل الله يجوز قتلهم، أو المعتدي الصائل الذي يصول على الإنسان يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حرمته، فله أن يدفعه ولو بالقتل، فلا يجوز القتل إلا بالجهاد أو دفع الصائل. ومن الصائل الخوارج والبغاة وقطاع الطريق، كل هذا يعدون من الصائل. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ يقول أحسن الله عليكم: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ يكون إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: هل ما غنم من النساء في الجهاد يكون للغانم ضمن ما ملكت يمينه؟ النساء والأولاد يكونوا من جملة الغنيمة، ما يصيرون لمن أخذهم، وإنما يكونون في الغنيمة، يقسمهم ولي الأمر أو نائب ولي الأمر تبع الغنيمة، ما يختص بها من أخذهم، لا. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الكفارات الواردة في الشريعة وفيها عتق رقبة أو صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطأ، فهل يوجد اليوم رقاب تعتق أو يصرف عنها إلى الصيام مباشرة؟ والله أنا لا أعلم شيء، ومن ثبت عنده شيء من هذا، أنا لا أعلم وجود جهات فيها عتق صحيح، ما أعلم هذا. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العبد الذي يستسعي لطلب الرزق يستسعى لطلب الرزق لكي يعتق نفسه، هل هو المكاتب الذي يعطى من الزكاة؟ لا، المكاتب الذي باع سيده عليه نفسه بمال يؤديه ثم يعتق، هذا غير المكاتب. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. هذا عتق بعضه ويحاول أنه يعتق بقيته، ما هو بهذا المكاتب، هذا المبعض يسمى. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل:
كان علي كفارة وهي عتق رقبة، والحمد لله أعتقتها، فهل يشملني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار؟ أنت ما أعتقتها من باب يعني التقرب، إنما أعتقتها من أجل تبرئة ذمتك، تبرئة ذمتك من القتل أو من الكفارة، فتبرأ ذمتك بهذا، تبرأ ذمتك بهذا. أما أن يكون لك أجر المعتق الذي أعتق مطلقاً وليس عن سبب فلا أدري. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين أن من كان قصده من الجهاد إعلاء كلمة الله ومنفعة دنيوية وردت في الشرع فإن أجره ينقص، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو. نعم، لا ما في شك هذا، حتى لو ما قاله ابن رجب هو يباح له هذا، لكن ينقص بذلك أجره عن الذي قاتل خالصا بنية خالصة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد أنه من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر أم لا بد من التوبة؟ أن الله إيش؟ يقول أحسن الله عليكم، فهل هذا معناه أن الله يكفر الصغائر والكبائر؟ هذا يستغفر الله، وهذه توبة، من تاب من الكبائر تاب الله عليه، هذا معناه التوبة، ومن تاب تاب الله عليه من الكبائر والصغائر. لكن الكلام في الذي صاحب الكبيرة الذي لم يتب، صاحب الكبيرة التي دون الشرك ولم يتب منها، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هو ولي أمر المسلمين الذي نرجع إليه في أمور الجهاد؟ إذا كنت ما تعرف ولي أمر المسلمين فهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. أنت وين تعيش بها الآن؟ وين تعيش بها؟ ما أنت بتعيش في هذه البلاد ولها ملك ولها ولاة أمور؟ هذا ولي أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين إذا هم الشخص بسيئة ولم يفعلها لم تكتب، وبين الحديث الذي مر معنا القاتل والمقتول في النار؟ إذا لم يعملها خوفا من الله لم تكتب، أما إذا لم يعملها لأنه لم يتمكن ولو تمكن لعملها فهذا يأثم. وهذا المقتول كان عازما على قتل صاحبه. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث جابر رضي الله تعالى عنه دبر رجل من الأنصار غلاما له، هل يدل على بيع المدبر أم يدل على جواز تعليق المدبر فقط؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: في حديث جابر دبر رجل من الأنصار غلاما له، هل يدل على بيع المدبر؟ وبقية الحديث وإيش؟ وإيش بقية الحديث عشان نعرف؟ وهذا هو الذي ذكر في الحديث رضي الله عنه. ما ندري، يجيب باقي الحديث نشوف. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن أهل البيت معصومين وأنه تجب موالاتهم ولو كانوا أهل معاصي وذنوب؟ أهل البيت كغيرهم من المسلمين ليسوا معصومين، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أهل البيت فالمسلمون منهم والمؤمنون منهم كغيرهم من إخوانهم المسلمين ليسوا معصومين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. من الذي قال إنهم معصومون؟ مش الدليل على هذا؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الضحى وينوي معها سنة الوضوء في نفس الوقت ليحصل على الأجرين؟ إذا نواها سنة الضحى تكفي عن سنة الوضوء، تكفي عن سنة الوضوء، أو العكس نواها للوضوء فتكفي عن سنة الضحى، وكونه يصلي للوضوء على حدة ويصلي للضحى على حدة أعظم أجراً. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا باع الأب ولده هل يعد رقيقاً وهل تسري عليه أحكام الرق؟ لا يجوز، الولد حر ولا يجوز لوالده أن يبيعه، قلنا لكم ما فيه رق إلا بالجهاد فقط، ما هنا مصدر رق شرعي إلا بالجهاد. نعم. ولا يجوز للوالد يبيع ولده أبداً لأنه حر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان صاحب العبد المدبر غنياً فهل له أن يعود في تدبيره ويبيع هذا المدبر ويأكل ثمنه؟ نعم، ما دام أنه لم يمت فالمدبر ما عتق، له أن يبيعه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد، وهل تكفي قراءة أحدهما عن الآخر؟ كتاب فتح المجيد اختصار للتيسير. التيسير العزيز الحميد هذا للشيخ سليمان، وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن عمه، اختصره وهذبه، وكان في الأول يسمى التهذيب لأنه هذب تيسير العزيز الحميد، اختصره وكمله، لأنه لا المؤلف لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله، كمله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فهو تهذيب له واختصار له. نعم. وفي تيسير العزيز الحميد أوسع وأكثر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يقول إنه لا يشترط إذن الإمام في الجهاد لأنه لا يوجد للمسلمين إمام عام، حيث أن المسلمين اليوم دول متفرقة ولكل دولة حاكم؟ الحمد لله أن هذا ما له شأن، ولهم مفتي ولهم، وهذا جاهل مركب، فلا يؤخذ قوله هذا. المسلمين لهم أئمة ولله الحمد، كل والي في بلد وأطاعه كما مر بكم البارحة، أطاعه المسلمون وانقادوا له، فهو ولي أمر وهو إمام. ما هو من شرط الإمام أن يكون ولياً عاماً وخليفة عاماً، هذا ما هو حاصل. لكن بعدما سقطت الدولة العباسية والخلافة التي كانت من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقطعت البلاد، صار على كل بلد منها والي، وأطاع المسلمون لهم، كل بلد أهله انقادوا لولي أمرهم، وصاروا دولة، تعتبر دولة إسلامية. فليس من شرط الإمام أن يكون عاماً لجميع المسلمين، بل كل من خضع له المسلمون في بلدهم وأطاعوا له فهو إمامهم. ويجوز تعدد الأئمة في الأقطار، وهذا شيء درج عليه المسلمون، وحصل حتى في عهد الدولة العباسية. عبد الرحمن الداخل انفرد بالأندلس، عبد الرحمن الداخل الأموي انفرد بالأندلس وأقروه على ذلك، ولو قالوا أنت خارج علينا، فهذا أمر معروف عند المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس، نعم. يقول أحسن الله إليكم: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ليس منا، ما المقصود منها؟ الوعيد، المقصود منها الوعيد، والأحسن أنها ما تفسر، تبقى على ما هي عليه، لأن يعني كذا فسرتها هان الأمر على الناس فتتركها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقتل الذي يسب الله عز وجل إذا كان من المسلمين؟ بلا شك، هذا مرتد ولا تقبل توبته، يقتل، يتحتم قتله. من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتحتم قتله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل له طفل في المستشفى حياته على الأجهزة، فإذا نزعت منه الأجهزة مات، وقال له الأطباء لا بد من نزع الأجهزة، فهل يجوز له الموافقة على نزع الأجهزة علما بأنها إذا نزعت توفي؟ لا بأس بذلك، وهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء، وصادر فيه قرار من المجمع الفقهي في مكة، لأنه إذا لم يكن حياته إلا بسبب الأجهزة أنها تنزع منه لأجل تستعمل في آخرين، لأن الناس بحاجة إلى الأجهزة، فكونه تعطل وتحط الواحد الميؤوس من حياته، فهذا لا بأس بنزعها منه لأنه حياته ميؤوس منها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى الرجل منفرداً وصلى ركعة أو ركعتين وهو منفرد، ثم دخل معه رجل آخر، والسؤال: هل يعتبر ما مضى من الركعات جماعة، وهل يحصل عليها أجر الجماعة؟ إذا أدرك معه ركعة أدرك الجماعة، أما إذا أدرك معه أقل من الركعة
لا يكون مدركا للجماعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طرح المسابقات في المساجد بحيث يطرحها الإمام على جماعة المصلين ويجعل هدايا مقابل حل هذه المسابقة يجعل لها وقت آخر لتسليمها في المسجد بحفل تكريم؟ لا بأس بذلك، لأن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم يقولون إن هذا يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن تعليم العلم النافع وتدريس القرآن هذا من الجهاد في سبيل الله، يجوز عليه أخذ الجائزة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق برجله. يقول أحسن الله إليكم: رجل صلى ثم نبهه من خلفه أن في رجله لبان قد التصق. لبان؟ نعم. أي. يقول: والسؤال: هل يعيد الوضوء والصلاة علما بأنه غير متأكد هل اللبان كان قبل الوضوء أم بعده؟ هو لا يتحتم عليه قضاء الصلاة إلا إذا تيقن أن اللبان كان قبل الوضوء ولكن نسيه أو لم يعلم به إلا بعد الصلاة وهم تيقن أنه قبل الوضوء، فهذا يعيد الصلاة. أما إذا كان ما يدري فلا يلزمه القضاء إلا من باب الاحتياط، أن بغى يحتاط فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم على قتل شخص ثم اعتدى عليه بإطلاق النار ثم ولى وهو يعتقد أنه مات ولكنه لم يصب بأذى، فهل يكون حكمه حكم القاتل من حيث العقوبة؟ ما هو حكم القاتل، لكن يكون حكمه حكم المعتدي، يكون حكمه حكم المعتدي، وعليه الوعيد بحمل السلاح لأنه حمل عليه السلاح. نعم. أما حكم القاتل من حيث القصاص ومن حيث الوعيد على قتل المتعمد فهذا لا يحصل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج بنت المرضعة؟ يقول أحسن الله إليكم: امرأة أرضعت أخاها من الأب، فهل يجوز لابن المرأة أن يتزوج ابن المرضع؟ يتزوج بنت المرضع؟ نعم. لا، لأنه يصير عم لها، لأن المرضع أخو له من الرضاع وهذه بنته، يكون عم لها من الرضاع. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قام أحد المعلمين في بعض المدارس بمدح أحد الطلاب ثم قال: السنة الآن أن تحث التراب في وجهي، فنهيته عن ذلك وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم. خلوا بعدين. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قام أحد المعلمين في بعض المدارس بمدح أحد الطلاب ثم قال: السنة الآن أن تحث التراب في وجهي، فنهيته عن ذلك وقلت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مدح بعض أصحابه، ثم أخذ الطلاب هذا الكلام بأنه سنة، فما حكم قوله هذا؟ نعم، هو كما قال الطلاب أن تشجيع طالب العلم والثناء عليه من باب تشجيعه وحثه على هذا شيء طيب، وليس هذا من المدح المذموم، وإنما هذا من التشجيع على طلب العلم. نعم. والمحسن يقال له أحسنت. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وفيه أيضا حث لزملائه أنهم يجتهدون مثله. نعم، فلا أرى في هذا بأس. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة حامل وكلما كحت نزل منها البول بسبب هذا الحمل، وسؤالها: كيف تعمل في صلاتها؟ هل تأخذ حكم من به سلس البول؟ لأن هذا الأمر شق عليها مشقة بالغة. تعالج عند الطبيب، ربما يجد لها علاج يمنع البول، فإذا لم تجد علاجا فإنها تتوضأ عند الصلاة، تتوضأ عندما تريد الصلاة وتصلي، وربما أن الله يعافيها ولا يجيها كحة في الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول في رجل يقول إن كلام أهل السنة في هجر المبتدعة ومنابذتهم مخصوص بمن لم يكن منهم عالما، أما المبتدع العالم فلم يتوقف أهل السنة في الأخذ عنه وتزكيته والرحلة إليه، ف
فهل قوله صحيح؟ هذا كلام فيه غلط وفيه تخليط. أهل السنة كانوا يهجرون المبتدع ويبتعدون عنه ولا يتلقون العلم عنه، إنما الذي ذكر أنهم يروون الحديث عنه، الحديث حديث الرسول إذا كان مشهورا بالصدق وتحريم الكذب، مثل الخوارج، مثل وله بيدعو إلى البدعة، فهذا يروى عنه الحديث فقط، أما أنه يجالس ويتلقى عنه العلم فلا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نام ليلة الجمعة ثم قام لصلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر، فماذا عليه؟ عليه يصلي الفجر أولاً، يصلي الفجر، يبادر ويصلي الفجر ثم يروح يصلي الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر، ويسأل: هل تجزئ عن ابنه؟ عق عن ابنه بماعز تبلغ من العمر 8 أشهر، والسؤال: هل تجزئ عن ابنه؟ لا ما تجزي، لأنها يشترط أن تتم سنة. الظان هو الذي يجزي فيه 6 أشهر، نصف سنة، وأما المعز فلا بد من مضي سنة. نعم. أحسن الله عملكم. ويقول في تتمة سؤاله: وهل هناك فرق بين جهله وعمده في ذبحها بهذه السن؟ لا، ما يعذر بجهله، وإنما لابد من السن المعينة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، والعقيقة حكمها حكم الأضحية، فلا يجزي فيها إلا ما يجزي في الأضاحي. نعم. أحسن الله عملكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الدعاء يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه؟ هل الدعاء إيش؟ يغير ما كتب في اللوح المحفوظ من رزق للإنسان ونحوه، وما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ يا أخي، الدعاء مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا دعوت الله معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أنك تدعو وأن الله يستجيب لك، ما في شيء يحصل في الكون إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ من دعاء وغيره. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو المعنى الصحيح لهذين الحديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقوله: لا يجتمع في الجزيرة دينان؟ هذا الخطاب لولاة الأمور وليس له لأفراد الناس. الصحابة ما فهموا هذا الفهم، ولم يخرجوا من جزيرة المشركين من جزيرة العرب في عهد أبي بكر، وإنما الذي أخرجهم عمر لما قوي الإسلام وانتشر، صار في المسلمين قوة، أخرجهم عمر تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما دام المسلمون لم يصلوا إلى الحالة التي وصل إليها المسلمون في عهد عمر فلا يخرجون، وإخراجهم يكون على يد ولي الأمر، ما هي بالمسألة فوضى. وما لا يجتمع، هذا لا يجتمع دينان، هذا هو الحكمة من إخراجهم، يخرجون لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لأن الواجب أنه ما يكون في جزيرة العرب التي هي مهد الرسالة إلا دين الإسلام، لأن العالم كله ينظر إلى جزيرة العرب، فلو كان فيها دينان لتصدر دين الكفر إلى العالم من مهبط الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ثم لتعلموا أن هذا يتناول عدم تمكين الكفار من السكنة المستديمة، في بلاد المسلمين، لا يكونون مواطنين دائما، أما أنهم يجون مؤقت لأعمال أو لسفارة أو لرسالة يؤدونها أو فهذا لا يدخل فيها، ليس داخلا في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وبين ما ورد من النهي عن تسمية المخلوق بالسيد؟ السيد أنا سيد ولد آدم، هذا من باب شكر الله عز وجل، من باب شكر الله، ولهذا قال: ولا فخر،
وأما السيد من باب المدح والإشادة فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، إذا كان هذا من باب المدح والإشادة فهو لا يجوز، أما إذا كان من باب التحدث بنعمة الله فهذا لا بأس به. وأيضاً الرسول قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ، فهذا لا بأس به إذا لم يكن من باب المدح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العدسات اللاصقة التي تضعها المرأة في عينيها من باب الزينة هو من باب تغيير خلق الله؟ نعم نعم، لا يجوز لبس العدسات اللاصقة إلا للحاجة، إلا للحاجة، إذا كان هذا من باب العلاج فلا بأس به، أما تلبسهما لأجل الزينة فالزينة في بقاء العينين، أما لبسهما للحاجة كتقوية البصر أو كون العين فيها عيب وتريد ستره فلا بأس بذلك، أما إذا كانت العين سليمة فبقاؤها هو الجمال والزينة، وتغييرها تغيير لخلق الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز له ترك الوظيفة والتفرغ لطلب العلم؟ إذا كان يحتاج للوظيفة فلا يجوز له أنه يترك الوظيفة ويصير عالة على الناس، أما إذا كان أنه يستطيع يترك الوظيفة وله ما يكفيه من الرزق فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى؟ إذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أما بعد موته لا، ما يتوسل بدعاء الميت، الميت لا يملك الدعاء ولا يستطيع يدعو، لا الرسل ولا غيرهم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومنه الدعاء، ولم يرد أن الصحابة وهم أحرص على الخير وأعلم الأمة أنهم يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون ادعوا لنا استغفر لنا أو يطلبون منه شيئاً وهو ميت عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شاب يمنعه والده من حضور الدروس ويقول له: ما الفائدة من هذه الدروس؟ فما نصيحتك لوالد الشاب ونصيحتك للشاب كذلك؟ وهل يجوز له إذا لم يأذن له والده في حضور الدرس أن يعصيه ويحضر بدون إذنه؟ عليه أنه يبين للوالد فائدة الدرس، الوالد ما يدري، ويسمع أيضا باللي يقولون المتشددين ولا يخاف على ولده أنه يروح مع ناس ما يعرف، يبين للوالد وين هو فيه الدرس ومن هو الذي يدرس وما هو الكتاب الذي هو يقرأ، ويبين له الطلاب اللي هو يحضر معهم، فإذا بين له ما أظن الوالد بيمنع، إنما الوالد إذا كان ما يدري فهو يخاف على ابنه، فعليه أنه يقنع والده ويبين له ويأتيه بالطريقة السهلة ويرضيه ولا يستعجل، وأنا أظن أن الوالد إن شاء الله سيسمح له. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة أنها امرأة مطلقة من كندا تعيش في الإمارات، هي المسلمة الوحيدة في أهلها، وسؤالها: إذا أرادت أن تتزوج فمن يكون وليها؟ المحكمة الشرعية، تراجع المحكمة الشرعية. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الأطفال غير المميزين إذا وجدوا في الصف هل يعتبر وجودهم فرجة في الصف؟ وهل يجوز له أن يفرق بين طفلين ويصلي بينهما؟ الذين لا تصح منهم الصلاة لكونهم غير مميزين لا يتركون في الصف، يسكنون فرج في الصف، وأما المميز فهذا صلاته صحيحة يكون في الصف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعضهم لا يجوز التفضيل بين الأنبياء على وجه التعيين، فهل هذا صحيح؟ ما هو على وجه التعيين، ما قال هذا أحد، يفضل الفاضل بعينه، فرسولنا هو أفضل الأنبياء وهو معين، الخليل بعد نبينا هو أفضل الأنبياء، أولو العزم الباقين هم أفضل الأنبياء، فيفضل بعينه، من قال أنه لا يفضل بعينه؟ لكن لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول، هذا الممنوع، لا يفضل من باب الافتخار وتنقص المفضول، أما التفضيل من باب شكر النعمة وبيان
الواقع فهذا لا بأس به. قد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. والله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله فضل بعض الأنبياء على بعض بأعيانهم، فضل بعضهم بأعيانهم. وأنا قلت لكم كم مرة يا جماعة: اتركوا إحداث الألفاظ والأشياء من عندكم، امشوا على ما كان عليه السلف الصالح، ادرسوا العقيدة وامشوا عليها، لا تجيبون اجتهادات من عندكم واستنباطات من عندكم فتضلون وتضلون الناس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرتكب ذنباً وهو من الكبائر، ثم أتوب إلى الله ثم أعود إليه ثم أرتكبه مرة أخرى، فهل توبتي صحيحة مقبولة؟ عليك بالعزم على التوبة وعدم العودة، لكن لو غلبك الهوى والشهوة النفس فلا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله مرة ثانية، تب واعزم. وإذا غلبك الشيطان والنفس فلا تيأس من رحمة الله وتترك التوبة، تقول خلاص أنا تبت كم مرة ولا لا، لا تقنط من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فتوب إلى الله لكن توبة صحيحة، ما هي توبة باللسان فقط. نعم. واترك الأسباب، قد يتوب الإنسان لكنه ما يترك الأسباب التي توقعه في الذنب، فيبتعد عن الأسباب التي أوقعته في الذنب من أجل أن يسلم من جلسة سيئين، نظر في القنوات أو في الفضائيات أو في الإنترنت، هذا يسبب لك أنك ترجع في المعصية. ابتعد عن أسباب المعصية مع التوبة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.